اخوان السلام عليكم. ديما كتقولوا لي يا خويا حماده سير لينا عند الناس اللي زوينين، سير لينا عند شي واحد اللي نثقوا فيه ونصيفطوا ليه الفلوس ديالنا ونكونوا حنا مرتاحين في الداخل ديالنا، راه رزقنا هذا. اليوم جبتكم عند اول واحد في القريعه وكيتعتبر لو كينغ دو القريعه، هاد خونا هذا الاناقه الجمال تبوكيسه تشيقه ولد الناس مرضي والديه اللي هو الاخ يوسف. اي حاجه بغيتيها، بغيتي كليبات صغار كليبات كبار، بغيتي فريخات جميع انواع، اي حاجه كاينه في الطبيعه من غير البشر بغيتيها غيحضرها لك سهله ماهله. النمره ديالو هي هذه، شت لي اخويا النمره ديالو والعيباش وشكون هو هذا السيد. غتشوفوا سبحان الله العظيم النور على وجهه. يا سلام قدموا من السيد هذا. تحياتي من الفون ديال خويا حماده كاملين احسن يوسف. تحياتي كبيره للناس ديال حماده لي فون ديالو كاملين واحد بواحد. يوسف خويا اللي بغى اي حاجه يلقى عندك، اي حاجه لي مينياتور شي مينياتور شي اللي كيتغاس عندي، كاع الكليبات صغيورين تقريبا عندي وحتى الكبار كيكونوا عندي حتى هما. انا عز الدين والاناقه. تبارك الله تبارك الله، هادشي زوين عندك يا يوسف خويا. تبارك الله عليك، احسن لي إيه. احسن ماكله كنوكلو بها. يا سلام اللي غيديه غيتهلا فيه، حنا مغلين بطريطي ديال البيغميبيش ديال ديال كلشي. ايه وغيمشي عندهم بصحه جيده. يا سلام اقسم بالله اخوانا انتوما انت شوف اي حاجه بغيتي. ما نقولوش على الكليبات، دوع اخي على النقاد اللي كاش ديالك. خليني ما ندوش حنا على القضيه المحدو، على القضيه ديالك انت. يا سلام اللهم يسر. ايه شنو هذا يوسف؟ البينشر هذا عنده 3 شهور ونص. تبارك الله هاتا. يا سلام شفت السنينات ديالو في الدشاش. سنا الحليب باش نقولوا زعما ولا؟ يا سلام الصغوريه انا لا طايح انا. شوف تبارك الله واللي بغاه يتواصل معاه النمره ديالو. ماشي البوميغانيا هذا الجابوني تبارك الله شويه في لاطاي، وكاين اللي بوميغانيا عندي في الدار عندي كلشي كاين. اللي بغى اي حاجه عندي يوسف من غير البشر يحضرها لي. من غير البشر عندي كليبات كيبداو تقريبا غير من 700 درهم حتى ل 9000 درهم على حسب لاغاس اللي بغيتي انت. وهنا الزين هذا شنو هو يوسف؟ جابوني ماشي هنا ماشي البوميغانيا. اللي بغى البوميغانيا هنا هنا هما عندي. مرحبا تواصلوا معاه في هذه النمره هذه. ها هو نقولوا لهم 0661 66 87 15 و1000 مرحبا. وبالنسبه للارسال ارسال اي مدينه اي مدينه راك تصيفط حتى لبرا باش يعرفوا الناس. اييه يا سلام كلشي غادي لبرا. ها كلشي بغيتينا نوريوك فيديوهات لبرا احنا. ها شوف وريهم اخويا وريهم كلشي كاين. ها شنو اللي خلاك تنجح في هذه المهمة ديالك من نهار بديتي في سوق قريعة وعلاش كيلقبوك بملك القريعة؟ ثقة هاني خويا يوسف انيمال بوتي كليب انيمال بوتي ديالي هاني. ها هو في بلجيكا. ها هو في بلجيكا. اي 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 الله كم انت رائع يا كبير. نمبر وان نمبر اونو ملك النونوشة. خليني منهنيني. المهم اخوان بالنسبة للاخ يوسف نعاودو نذكركم بالمعلومات ديالو، هما هادو اللي كتشوفوا قدامكم. بالنسبه لاي حاجه عندها علاقه بلي زاكسيسوار ديال الكليباج اللي بغيتي نتايا، لا بالنسبه للماكله لا بالنسبه للادويه بالنسبه لي كومبليمون بالنسبه للمقيسات ديال الضفران اي حاجه عندها علاقه تواصل معاه. بغيتي فاش توكل العيبات ديالك وبغيتي باش تنعسهم هادو بلاصات فين كينعسو. مع اليوم راه تقادات شويه واخويا تبارك الله. انا جيت عندك غير باش نصور معاك فيديو تسميش اخويا بالرونديفو اخويا. برافو عليك انت الاول وديما الله يحفظك يوسف خويا حماده. انت اخوان الاخ يوسف راه معروف نمبر اونو الله يسهل عليه. كلمه اخيره قبل ما نقطعو. الله يسهل على الجميع اي واحد الله يسهل عليه. شكرا خويا يوسف الله يسخر لك.